بحثت مصر وجيبوتي فرص التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في صناعة البترول والغاز، وخلال استقباله نظيره الجيبوتي يونس جيدي أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخي الداعم للأشقاء الأفارقة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء باحتياجات جيبوتي في الصناعة البترولية. من جانبه أكد الوزير الجيبوتي أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على أرض جيبوتي لنقل خبراتها وإمكانياتها.